في حادثتين صعبين قوي النهارده من حوالي 12 ساعه. يعني حادثه في الاسكندريه في سيدي جابر، انقلاب سياره جيب بتودي بحياه شخصين واصابه شخص ثالث، وايضا في المنوفيه ترعه النعنعيه 3 ماتوا بسبب حادثه انقلاب سياره في الترعه. دي حادثه اسكندريه في سيدي جابر اهي، دول الشخصين اللي توفوا او واحد منهم. شايفين الحادثة صعبة ازاي؟ ربنا يسترها على مصر والمصريين. يعني كفاية كده حوادث، يعني المفروض الناس تخلي بالها وتتوقع خطأ المقابل، مش خطأ السواق اللي بيسوق، لكن خطأ الشخص المقابل او العوامل البيئية او امطار او مطبات، متعرفش الطريقة عاملة ازاي. يعني السرعة اهم حاجة، امشي بسرعة قليلة عشان حتى تعرف تفرمل تعرف، لكن ما تتقلبش القلبة ديت وناس تموت بالمنظر دوت. شايفين العربية متبهدلة ازاي؟ ودول الثلاث شباب اللي ماتوا في حادثة انقلاب عربية في ترعة النعنعية بالمنوفية، ثلاث شباب زي الورد، خسارة بصراحة. راح حياتهم هدر بسبب انقلاب العربية في ترعة النعنعية في المنوفية. ربنا يسترها على مصر والمصريين. لو عجبك الخبر شيره، ومتنساش تدعم القناة بلايك وكلمات مشجعة نستمر عشان نستمر في نشر المعلومات المهمة، عشان الناس كلها تاخد بالها ومتحصلش حوادث دي مرة تانية، أو تقل الحوادث في مصر اللي هي عاملة زي الحروب. يعني الناس اللي بتموت في الحوادث في مصر زي الحروب بالظبط.